سورة الجاثية آية 7، الآية 7 من سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل أفاك أثيم. والويل هو كلمة وعيد بالعذاب، وقيل هي اسم وادي في جهنم. لكل أفاك يعني كثير الكذب، فالإفك هو الكذب وقلب الحقائق. أفاك صيغة مبالغة، يعني أفاك زي كذاب، أفاك تساوي كذاب. فعال صيغة مبالغة لوزن فعال، يعني يبالغ في الكذب ويواظب عليه ويتحراه حتى يكتب عند الله كذابا. ويل لكل أفاك أثيم، أثيم يعني مرتكب الإثم. الأثيم إيه؟ فاعيل بمعنى إيه؟ فاعل. يبقى إيه؟ يعني مرتكب الإثم هو الآثم، برضو إيه؟ في صيغة مبالغة، أثيم فاعيل، فدليل على المبالغة في ارتكاب الإثم والمداومة عليه والإصرار عليه وعدم التوبة. كل دي صفات الذين يستحقون العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. يبقى أفاك فعال، أثيم فعيل، كلها صيغ مبالغة تدل على تجاوز الحد في فعل هذه الصفة. فأثيم من ارتكاب الإثم والمواظبة عليه، يعني أثيم أقوى من آثم، وأفاك أقوى من إيه؟ من إيه؟ كاذب أو آفك. فهمت؟ يعني كلما كانت صيغ المبالغة، إحنا عندنا إيه؟ فعال، فعيل، فعول، فاعل، مش كده برضو صيغ المبالغة 5 يستعملها العرب لبيان المبالغة في إيه؟ في ارتكاب الأمر ده. يلا يا سيدي. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. يبقى صفات الأفاك الأثيم إيه بقى؟ إنه يسمع آيات الله تتلى عليه، يسمعها وهو عاقل مدرك، وبالرغم من ذلك يصر ويستكبر، يصر على ما هو عليه من إفك وإثم ويتكبر على اتباع الحق. ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. والبشارة تملي تكون إيه؟ للخير، لكن هنا جاءت نذارة ولكن بلفظ البشارة استهزاء به، يبقى استهزاء به واستهتارا لحقه لأنه ما يستحقش. فبشره بعذاب أليم، طبعا الراء في بشره هتبقى رقيقة عند ورش، فبشره بعذاب أليم، بعذاب أليم، هكذا يقرأها ورش. يسمع آيات الله هتبقى فيها ثلاثة البدل عند ورش، يعني إيه؟ القصر حركتين والتوسط 4 والإشباع والمد 6. آيات 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 الله تتلى عليه، عليه ثم، عليه ثم بصلة هاء الضمير عند ابن كثير المكي، ابن كثير المكي يصل هاء الضمير، هيقول إيه؟ تتلى عليه ثم. أما باقي القراء بغير صلة في هذا الموضع، عليه ثم. ثم يصر، الراء أيضا رقيقة عند ورش، مستكبرا، الراء رقيقة عند ورش برضه، كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. نسأل الله السلامة. اللي منعه من أنه هو ينصاع الكبر، يبقى إبليس زي إبليس، لأن إبليس اللي منعه من السجود الكبر، فاللي منعه انه ينصاع لامر الله ايه؟ الكبر برضه. فالكبر هو ايه؟ اول معصيه عصي الله بها، الكبر. ولذا يدخل الجنه احد
في قلبه مثقال ذرة من كبر، فهو أخطر معصية، والكبر محله القلب، ومن أخطر المعاصي التي تمنع عن الوصول إلى الله الكبر. تفضل يا سيدي. المصريين يقولوا على المتكبر إيه؟ شايف نفسه. المصريين البسطاء يعني، وهي كلمة على فكرة معبرة جدا، كأنه مش شايف إلا نفسه. أما يقولك فلان ده شايف نفسه يعني يقولك متكبر يعني. دي لغة المصريين البسيطة، لكنها بسيطة معبرة. فاهم؟ اللي شايف نفسه يبقى محجوب عن ربه على طول كده، لأن اللي حجبك هو نفسك. واخد بالك؟ الله لا يحجبه شيء، أنت اللي حجبت نفسك بنفسك. فاهم؟ يلا يا سيدي. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ما زلنا في صفات إيه؟ الأفاك الأثيم، إنه يسمع الآيات ويصر على ما هو عليه ويتكبر، مش كده وبس، ولما يعلم من الآيات شيء كمان يتخذها هزوا، يستهزأ بآيات الله ويشكك في أحكام الله ويشكك في أولياء الله ويشكك في أنبياء الله ويشكك في شرع الله. هكذا هي صفتهم، وهؤلاء كثير في هذا العصر وفي كل عصر. هؤلاء كثير في هذا العصر وفي كل عصر. علشان كده يقول لك إيه؟ يقول لك وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، يعني استهزاء. هزوا دي قراءة حفص بس، أما حمزة وخلف يقرأ إيه؟ هزآ، اتخذها هزآ، ده حمزة وخلف. باقي القراء هزوء، هزوآ، هزوآ، يعني الهمزة على واو، يعني استهزاء واستهتارا وعدم اهتمام. أولئك اللي موصوفين بهذه الصفات بقى لهم عذاب مهين، لهم عذاب مهين. يبقى مرة تبشروا بعذاب أليم يعني يألمه، وعذاب مهين الأليم يألمه في بدنه والمهين يألمه في وجدانه ونفسه. فيبقى إيه؟ مفيش تكرار. في عذاب يهين الإنسان ده يهينه في نفسه. فهمت إزاي؟ لكن الأليم يألمه في بدنه، فالأليم غير المهين. لكن ربنا أجمع عليه العذابين، عذاب ظاهر وباطن. فهمت بقى؟ فما فيش تكرار في القرآن، نسأل الله السلامة. فضل يا سيدي. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. من ورائهم يعني من أمامهم، يبقى من ورائنا يعني من أمام، واخد بالك؟ وكان وراءهم ملك يعني أمامهم. يبقى وراء كلمة في لغة العرب تستخدم ويراد بها إيه؟ النقيض، أو تستخدم يقصد بها الخلف والأمام. الوراء دي يقصد بها الاثنين. طب نعرف منين لما هي تدل على المعنى ونقيده؟ السياق، السياق هو اللي هيحدد. فهمت؟ يبقى من ورائهم جهنم يعني أمامهم بعد وفاتهم، يعني في من ورائهم جهنم، نسأل الله السلامة. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، يعني ما كسبوه في الدنيا من مال ومن مناصب ومن جاه ومن شهرة، لا يغني عنهم شيء، لا يستفيد به شيء. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، ولا حتى الذين عبدوهم من دون الله. وهناك من يعبد نفسه هواه، هناك من يعبد نفسه هواه. ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء يعني ناصرين، لا أمريكا هتنفعهم ولا اليهود هينفعوهم ولا كل من إيه يهيجهم على المسلمين والإسلام بالمال أو بالمنصب أو بالإغراء أو كل دول حيتخلوا عنهم. فهمت؟
ولهم مش كده بس عذاب عظيم. يبقى قال لك أليم مهين عظيم، عظيم الحجم حجم العذاب، وأليم في الظاهر مهين في الباطن. فاهم؟ يبقى كل حاجة بتدل على معنى جديد. مفيش تكرار في القرآن، التكرار في القرآن في ذهن ايه الإنسان سطحي التفكير ضعيف اللغة. فاهم؟ ولهم عذاب عظيم من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. قراءة ابن كثير المكي بصلة ميم الجمع هكذا، وكذا أبو جعفر المدني وقالون بخلف عنه، يعني قالون له إيه صلة ميم الجمع وله تسكين ميم الجمع كسائر القراء له الوجهان. يلا يا سيدي. هذا يعني المتلو عليك وهو القرآن، إشارة إلى كتاب الله والوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هدى، يعني هذا هداية، هداية بس يسمى هدى ليه؟ لتمحصه وتمحض الهداية فيه، فصار هو مش هداية بس، ده هو في نفسه هدى. هذا هدى يعني هداية ورشاد. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، عذاب من رجز أليم. والرجز هو برضو العذاب، كأنه إيه شو بيكرر، يعني عذاب أليم مؤلم. فهمت إزاي؟ لهم عذاب من رجز أليم. اللي يقول من رجز أليم وينون التنوين في رجز، يقول رجز أليم، ده ابن كثير المكي وحفص وإيه ويعقوب، باقي القراء بغير تنوين. من رجز أليم، عذاب من رجز أليم، من رجز أليم، كأن أليم دي جاية صفة للرجز. فهمت؟ صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كالذاكرون وغافل عن ذكره الغافلون.